السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصحب والخيمة، اسمح لي والله ندفع الفيديو بالدارجة واخا ما عرف واش نقدر ولا لا، غالبا هي اللغة العربية. المهم، كل شي باغي يدير لاباس في الدروب شوبينغ، كل شي باغي يبيع بار انترنت، مزيان، فكرة مزيانة. انا كيعجبوني الشباب اللي تكون عندهم افكار طموحة وتيشتغلو تيبغي يغيرو حياتهم وتيبغي يدير شي حاجة، لكنك في الأغلب لن تحقق الثراء في هذه الأشياء التي تفعلها. أنا أقصد هنا غادي يجيكم الهضره المنتجات ماشي الفكرة. فكرة الدروب شوبينغ هي فكرة ممتازة جدا وشجعكم عليها، لكن كنقول لك اش كتبيع؟ بين فاتح سليبات قاشر، لن تحقق الثراء في هذه الأشياء. ملابس قال لك الفراسي جمل، فراسي جمل. المنتجات التي تشتغل عليها المئات غيرك ربما الآلاف، فهمتم؟ تبيعون نفس المنتج، إذن هامش الربح في قلال. أشنو المعمول؟ أنا قبل ما جاوبكم على هذا السؤال كنت كنطرحو، أنا قبل منكم كنطرح السؤال، قريت جميع الكتب ديال المالية والاقتصاد بفروعية وإشكاليه، كنت كنسول السؤال اللي كنت كنقلب على الجواب ديالو هو كيف هذوك الناس اللي هما أثرياء جدا كيفاش داروا حتى داروا لاباس؟ هادو دي ملياردير، كيفاش درت ولا ملياردير؟ وكان السؤال كنت كنقلب عليه، في الاخر وصلت للنتيجه وهي المنتج تاعك هذا هي اللي تقدر تخليك دير بزاف الفلوس ولا شويه. اذا نجيو الان للدروب شوبينغ، انا تاجر احجار كريمه وعندي منتجات احجار كريمه. اذا كنتي عندك متجر في اي موقع عالمي او محلي وكتبيع وتشري بار انترنت، عندي منتجات اللي تقدر تربح فيها 10,000 درهم، 10,000 درهم، مليون سنتيم بيعها وحدة، غتربح فيها أكثر من داكشي اللي كتبيع أنت في الشهر، ربما كتبيع عشرات ربما مئات المنتجات، والسلعة أنا كنضمن لك أنها مطلوبة وكتباع وسامارش، يبقى هو أنك تدخلها فقط مع المنتجات، دروب شوبين ما غتشري سلعة ما والو، غتحطها عندك تتباع عاد. هذا سميتو تخدم العمولة ديالك. يلا اللي بغى يشتغل معايا يصيفط لي رسالة في الواتساب الدروب شوبين في الأحجار الكريمة.